انا واحد من دوك الناس المهاجرين كنت كنعيش برا، ملي جيت هنا جيت الفلوس جيت تسميتو حتى كلشي مشى، يعني وصابري لحكم الله. السلام اختي الله يحفظك. جينا نتقداو اختي. كدايره الاثمنه؟ شويه انخفضت، اللحم 80 درهم، كبده 80 درهم، تقاليه 500، فهمتيني اختي؟ المهم راه شويه، ولكن راه الدرويش مسكين راه واكل العصا، كاين اللي ما عندوش مسكين باش يشري كوميره، فهمتيني اختي؟ كاين اللي ما عندوش باش يشري باريزيان، راه الدرويش راه خاصهم يشوفوا من حاله والله. يعني 80 درهم 70 درهم 80 درهم لا، خاصها ترجع الثمن ديالها الحقيقي 60 درهم 55 65 درهم الماكسيمو ديالها، باش يلاه الدرويش مشيت له جاب مسكين 1000 فرانك، جاب 300 جاب 400 ياكل هو ووليداته، راه كل عالم بيالله اختي. والله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. الخضره كي جات؟ باقي اختي ما وصلتش الرحبه ديال الخضره، انا فرحبه اللحم، خديت شويه ديال شويه ديال الحيمات الوليدات وسميتو 80 درهم اللحم، قال لي 500. راه خاصهم يديروا حل اختي، خاصهم يديروا حل، راه خاصهم يديروا شي حل. مسكين راه محليه هنايا، معذب كاع، معذب والله الا معذب. والازمه وراه بدال جاي، والمواطنين خاصهم يعيشوا اختي، خاصهم يديروا لنا شي تاويل، بحال هذا السيد ما عطاش 140 بطاطا 160، راه واعر علينا هادشي، قاص علينا هادشي. وراه صعيب عليك، وصعيب علينا حنا الزواج اختي، كنت صلتو ما عطاش 240 بطاطا 160، اللحم 90 درهم، البصله 240، شوف الا زواج باقي لنا اختي، كيجينا الحال صعيب شويه، وحنا واخا شباب كيبان المستقبل قدامنا صعيب بزاف، والله يدير شي تاويل، الله يعطيه من العده. واللي راه بدا عندها بكري غيديروا الناس. شوفي داك الشيء امر امر الله، هادشي راه ديال الحكومه، خاص هذاك اخنوش كما داروا فيه الناس الثقه، وخاصو يوعى ويعرف ان راه الناس راه الثقه صعيبه باش كدار في واحد الانسان، ملي كيدير فيك الشعب الثقه، خاصك دير بحساب ديك الثقه، حيت كاينه ربي والموت. راه ما غنديو معانا والو، لا حنا لا نتوما لا كلشي. ها هو راه عاون الدرويش راه محال مسكين، راه قال لك ما يحس بالمزود على اللي مخبوط به. دابا الناس عندهم شهريه وتقهروا، فما بالك اللي طالب معاش وخدا مغرب. شوف اختي الشهريه ديال 2500 درهم 3000 درهم حتى 5000 درهم ما بقاتش قاده في هذه البلاد. الله يرحم الوالديه ما قاداش، راه حيت بنادم يخلص السويع يجيب الحليب، الحليب 4 دراهم في كاينه ما كايناش، هما اللي تيقولوا لنا حق الزيت 115 درهم، راه في الطاليان اللي كيقولوا الطاليان الغلا دير 8 اورو و 99 سنتيم، يعني 1700 وحشومه. بلادنا بلاد الخير، راه خاصها تبقى بلاد الخير، ماشي تبقى بلاد الحرب ولا كي، راه بنادم كلشي جاهل كلشي، راه ما بغاوش يديروا معاهم شي حل، لا ما بغاوش يديروا شي حل، ويطلقوا عباد الله تمشي بحالاتها. انا واحد من دوك الناس المهاجرين كنت كنعيش برا، ملي جيت هنا جيت الفلوس جيت تسميتو حتى كلشي مشى، يعني وصابري لحكم الله، ولكن حشومه راعي والدرويش. واش رساله للمسؤولين، تنطلب انا من صاحب جلاله الملك يدير شي حل للشعب ديالو، راه تيبغيه وتيموت عليه، ويدير بحسابه، يدير بحساب الشعب، راه تيحبو ويموت عليه.